أهلا بكم. موقع جلوبال فاير باور بيعتبر الموقع الأهم عالميا والأكثر مصداقية في تصنيف الجيوش والقدرة العسكرية للدول، وده طبعا لأنه بيعتمد في تصنيفه على أكثر من 50 معيار مختلف عن حجم القوات العاملة وقوات الاحتياط، حجم وكفاءة منظومات التسليح البرية والبحرية والجوية، عدد المطارات العاملة، الوضع الاقتصادي وحجم الأسطول التجاري وشبكة الطرق والسكك الحديدية، الموقع الجغرافي وطول السواحل والحدود، ومعايير تانية كتير بتوضح بدقة القدرة العسكرية لكل دولة. تأتي القوات المسلحة المصرية في آخر تصنيف للموقع عام 2017 في المرتبة العاشرة، متفوقة على الغالبية العظمى من جيوش منطقة الشرق الأوسط، وأيضا العديد من القوى الإقليمية خارج المنطقة زي كوريا الجنوبية في آسيا، زي البرازيل في أمريكا الجنوبية، وإيطاليا في أوروبا. وطبعا وضع الموقع الجيش المصري على رأس الجيوش الأفريقية، يليه جيش الجزائر الشقيق، ثم جيش إثيوبيا، ثم نيجيريا. أولا القوة البشرية، وده المعيار اللي بيحدد حجم القوات ومدى قدرة الدول على الصمود في مواجهات طويلة الأمد. طبقا للموقع يبلغ تعداد السكان في مصر عام 2017 94 مليون و600 ألف نسمة، 42 مليون منهم من الذكور، واللائقين للخدمة العسكرية هم 35 مليون و300 ألف نسمة، يبلغ سن الخدمة العسكرية سنويا مليون و300 ألف نسمة. حجم القوات المسلحة المصرية حوالي مليون ونصف المليون مقاتل، بواقع نصف مليون تقريبا في القوات العاملة ومليون على قوة الاحتياطي. القوات البرية سادة المعارك، بتحتل مراكز متقدمة عالميا وبياناتها كالتالي: هي الثالثة عالميا من حيث عدد المدرعات القتالية بحوالي 14 ألف مدرعة قتالية، الرابعة في قاذفات الصواريخ حوالي 1500 قاذفة، المركز السابع على مستوى العالم في عدد الدبابات القتال أو دبابات القتال الرئيسية الحديثة تقريبا 4200 دبابة، هي السابعة عالميا في عدد قطع المدفعية بواقع 1000 مدفع ذاتي الحركة وحوالي 2360 قطعة مدفعية مجرورة. القوات الجوية المصرية مصنفة في المركز الثامن عالميا والأول عربيا وأفريقيا، وده طبعا بامتلاكها الأسطول قوامه حوالي 1200 طيار، يجمع بين أحدث المقاتلات الغربية والشرقية. أثبت الطيار المصري كفاءة فريدة في التعامل معها، بالإضافة لشبكة دفاع جوي وصفت بأنها الأكثر تعقيدا على مستوى العالم لدمجها بين المنظومات الشرقية والغربية من صواريخ ورادارات ووسائل التشويش والإعاقة، واللي بتغطي كل شبر في مصر. أما بالنسبة للقوات البحرية فبتحتل المركز السادس على مستوى العالم والأول عربيا وأفريقيا، وده طبعا نظرا لطول السواحل المصرية واتساع حجم التهديدات والمخاطر في المنطقة والتوسع في اكتشافات الغاز والثروة المعدنية البحرية. وبتنقسم البحرية المصرية لأسطولين: الجنوبي في البحر الأحمر والشمالي في البحر المتوسط، وهي البحرية الوحيدة في الشرق الأوسط اللي بتمتلك حاملات مروحيات بالإضافة لفرقاطات الصواريخ الموجهة الحديثة واللانشات الشبحية وكاسحات الألغام والأسطول الأكبر من الغواصات في الشرق الأوسط. ده طبعا مشاهدينا كان حديث الأرقام عن الجيش المصري، لكن اللي ما ذكروش الموقع واللي ما تقدرش الإحصائيات والأرقام تعبر عنه هو معدن وإيمان المقاتل المصري خير أجناد الأرض اللي انتصر في أكتوبر وقهر المستحيل بسلاح أقل وأقدم من سلاح العدو، واللي بيثبت عبر الزمن ومع كل محنة أنه خط الدفاع الأول عن تراب الوطن. شكرا لكم لطيب المتابعة.